Anda memiliki produk dan ingin beriklan Tapi tidak mahir editing? Kami menerima jasa pembuatan video promosi profesional Percayakan kepada kami segera Bismillahirrahmanirrahim Wa min wasaya' as-salaf shabab. ما رواه الامام احمد في كتابه الورع عن عبد الوهاب السقفي قال خرج علينا ايوب اي السختياني فقال يا معشر الشباب احترفوا يا معشر الشباب احترفوا لا تحتاجون ان تاتوا ابواب هؤلاء وذكر من يكره وذكر من يكره احترفوا انظر جمع السلف رحمهم الله تعالى في وصيتهم للشباب باغتنامه في العلم وتحصيله وأيضا أن يكون للمرء حرفة يكتسب بها مالا رزقا ينفق بها على نفسه وعلى أهله فيما بعد وولده وأن لا يكون عالة على الآخرين لا يحتاج إذا إذا كبر أن يذهب إلى فلان أو إلى فلان بطلب المعاونة وطلب المساعدة وإلى آخره بل يجعل له حرفة وبابا من الأبواب التي يحصل منها رزقا وأبرك الرزق وأنفعه وأطيبه ما كان من كسب يد المرء فيجعل له في مرحلة شباب حرفة يتقنها ويمضي في, في, في هذه الحرفة أو هذا العمل أو هذه الصناعة يكتسب منها رزقا وأيضا يمضي في طلبه للعلم وتحصيله له